جمال بيت. أهلين فيك. ها أهلين مدام، كيفك؟ الحمد لله جمال بيك، أنت كيفك؟ الحمد لله، إلنا زمان ما التقينا، ما هيك؟ شو رأيك ننتهي؟ بشرفني لقاءك. يلا جمال ولك خلصني بقى هالسافل. خليك تعرف شو يعني كلمة تعذيب يا سافل. حقاً أنا بس بدي أفهم سبب خيانتك. إذا كان السبب مشان تعيش فكلياتنا بدنا نموت، وإذا السبب المصاري فالمصاري بتجي وبتروح، وإذا كان المنصب ولا الشهرة ولا المكانة هنن أهدافك فهدول بتجيبهم بأخلاقك. فيك تقول ليش خنتني يا حقان؟ جاوب. أنا عملت اللي بأمن فيه. أنا فكرت هيك لبين ما وقع عبد الحي بين إيديك. كذبتنا لقلنا وصدقت غيرنا. البني آدم ممكن ينخدع طبعا، بس الشخص اللي رحت معه مبارح وعذبته بلا رحمة خلاني غير رأيي. هاي اسمها خيانة. انت ما خنتنا وبس، خنت الأخلاق والناس اللي عندها أخلاق. مو معقول اناقشكم باللي بآمن فيه هلأ وأنا هيك مربط. إذا بدكن يعني جاوب عن أسئلتكن ما رح قاوم أبدا، وبعدين القرار بإيدك. حتى إذا كان الموت فيكن تقتلوني بعد اللي عملته لعبد الحي. العمى يا عم يأمرنا شو لازم نساوي. شو بدك تحكي؟ وشو يلي نحنا ما بنعرفه؟ كل المنظمة بديرة اسكندر. ماشي، بس اسكندر قتله مر. بعرف. شو بده اسكندر من الختيارية؟ الكتاب الأحمر. وانت شو معلوماتك عنه؟ ولا شيء. هدى طوروس اسكندر جابه على البلد؟ ما بعرف، يا هو اللي دخلها يا أما هي تسلمته بمرحلة معينة. والعائلات اللي متحالف معه؟ هالشغلة بالذات صارت معروفة كتير وواضحة تماما. هو بعتني ورا عائلة قرجداغ لحتى يخوفهم، وخطف حفيد تتر أغلو وهو هلأ معه. شو بده يعمل بطفل؟ رح يعملوا فيه مثل ما عملوا فيك من زمان يا مراد. ايه بس هو شو هدفه بالتحديد؟ هدفه يسيطر على تركيا. شو يعني بده يأسس حزب؟ أنا وياك منعرف منيح إنه اسكندر الكبير مو ابن مبارح، هو واحد من زعماء المنظمات، أو فيك تقول إنه زعيمة كلها. الهدف واضح، مثل ما تهيئت ظروف الانقلاب بالستينات والسبعينات والثمانينات بهالبلد بيرجع بهيئة مرة تانية، وهيك بيسيطر على كل البلد. ومين القوى اللي وراه؟ حاليا ما حدا، بس لما يشوفوا قوته بتغير كل شيء. إذا انتصر وانهزمت أنت كلهم بيصيروا وراه. وليش أنا بالتحديد؟
لأنه الختيارية وقع اختيار عليك أنت، وطالبين يلتقوا فيك. أنت شو يلي بتعرفه عن الختيارية؟ أنا بعرف اللي بتعرفه أنت مو أكتر. وتشكيلات اسكندر شو فيها؟ إله ناس بكل تنظيم ومؤسسة بتركيا وناطرين خبر منه، بس بصراحة أنا ما بعرف مين بيكونوا. والعمليات؟ ما بعرف. وشو مشان الأسلحة؟ مصاري فيه وسلاح فيه كمان، بس قديش وين ما بعرف. مماتي بدك تسأله شي؟ لازم عبد الحي هو اللي يسأل، أنا ما في عندي أسئلة. إذا ما عاد عندك أسئلة معلم، أنا حابب أبقى مع حقان شوي. عبد الحي، حقان لإلك، إذا هيك بدك هذا حقك. عمالي اللي بدك ياه.